بسم الله. أبدأ منين يا بنتي يا لولو؟ أبدأ من الصالة واغسل السجاد، ولا أبدأ بالمطبخ والمواعين، ولا أبدأ بالأوض الأول؟ لا بس الأوض محمد والعيال نايمين، هما يناموا وأنا أدعك فيها زي كل مرة. يلا قوموا ورانا شغل. فيه يا لولو على الصبح؟ فيه يا ماما. يلا يا روح امك، ورانا تنظيف رمضان. انت يا مكة وراكي الحمام الصغير، وانت يا ابله هات الحمام الكبير. انت بقى معايا، هنشيل السجاد نغسله، ونغسل المطبخ والحيطان، ونغير مكان السفرة. يلا ورا. مش تحبي كمان اخلع لك الباط الشقه وركبولك تاني؟ كل رمضان نفس الموال يا لولو. كل سنه انا اللي بعمل ده كله لوحدي. يلا خلاص السجاد هيبوظ. روح. لا حول الله يا رب. بروح بروح هيتكسر. عندك في يا لول كده السجاد هيبقى مش كده. روح انت روح. يلا هنطلع بقى كل اللي في المطبخ ده، نغسله ونرصه تاني. وليه الفرهده دي يا لولو؟ ما الحاجه نظيفه اهي. هو تنظيف رمضان كده، لازم نغسل من بره ومن جوه. ويلا تعالى عشان تدعكي الحلل دي، خد الميه اهي والصابون. هو ده دعك؟ وسع كده. انا هوريك الدعك ازاي عشان تعرف ان الستات بتتعب. انا بتهيألي كده خلاص. لا طبعا، لسه البوتاجاز ولسه التلاجة ولسه حيطان المطبخ ولسه الخشب كمان. ابدأ انت بالتلاجة وانا هبدأ بالبوتاجاز. تعالى بس تعالى مول. تعالى انت واخدينها فين كده يا لولو؟ تعالى بس. ماشي. ماما انا بليتي دودي. دودو تعالوا، مش شفتكم من زمان. ايه اللي انتوا عملتوه ده يا حبايبي؟ ايه يلا ايه؟ تعالوا بقى انتوا كده، تعالوا بس. ايه تعمل ايه؟ روح عند تيتا لغايه لما ابعت لكم. ايه ده؟ الف 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 سلامه. بقى كده يا لولو بعد ما خلصت لك الشقة. ماشي. يو لسه النيش.